معنا امال من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. بارك الله عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا امال. باغا نشارك معكم في واحد الاكله ديال التريد البزيوي. اييه واخا. غادي لالا غادي نشدو دجاجه مقاده مصيبه بالمطول. أيه. واخا. ونشدو قبيته ديال الاقامه نديرو القزبر والمعدنوس مقبت نديرو بوص الدجاجه. أيه. ونديرو ضما ديال الزعفران ضما ديال السمن شويه السكينجبير شويه البزار شويه الخرقوم ملحه كلشي ديك القمايه تخلط مزيان ودير بها ديك الدجاجه وهذيك القبته ديال القزبر والمعدنوس كل داخل دار في وسط الدجاجه من الداخل ايه وتحزن مزيان ودار واحد الجبانيه ديال البصله مقطعه وترضيها طيب طيب وديري جبانية ديال العدس تكون مسلوقة خلاص تسلقيهم لما حطي طيب دير ديك الدجاجة عاد ديري ديك العدس صافي ديك الساعة ديري كاس تاع زيت العود والمليحة راه خاص القياس اللي كيبغى واحد يديرو والعجينة ديال التريد ديري كيلو ديال الفورس غتعجني مزيان ما يكون قاسح ما يكون جاري وتخرجيه بحال دهني بزويته وتخرجيه تزيد ديك شويه الزيت وتخرجيه بحال المشماشه قد المشماشه تتخرجي داك الكيلو كله تخلي واحد الكميشه ديال الفرص واخا تخرجيه كله دوك ديال المشماشه وتشدي واحد الوحده غادي تشدي تكوني تورك عليها هكا بربعة الصبعان بحال كتقرصي ايه تتقرصي ثلاثه وتشدي وحده تديها وتجيبيها في الفرص داك الفرص اللي خليتي ايه ويديك ديريهم في الزيت وتحطي في هذوك جوج اخرين وتحطي في الوسط ايه تديري ثلاثه بثلاثه بحال هكاك تمشي تديري كله هكاك العجينه العجينه صافي مليحه وشي الماء بلا خميره بلا والو حتى تكملي كلهم هكاك ثلاثه وديري مقله تخيله مهيله وترشي بشويه الزيت وتقرصي وتحاولي تقرصي ملي تقرصي بشوية بشوية باش ما تقبش هي فعلا وترشي شوية الزيت شوية بشوية تقلبيه ما تخليش يتكوى بحال المسمن هو راه كيدير على عيب المهل كيطيب مزيان واخا تشوفيه هكاك تتقلبي المرة الأولى والمرة الثانية تتحسي بها طابت وكتهزيها تضربيها بين يديك ملي كتبغي تضربيها في يديك راه كتحل كيوليو لك ثلاثة هي كيوليو لك ثلاثة حتى تتكمليهم تكملي كاع داك المسمن وجد كامل هي أييه كتفريه كتبداي تضربي بيدك كتفريه بحال كتحكيها غير بشويه بالضربي تتكمليه كله صافي ديك القمه راه مقاده فيها هذيك القمه كلها ديك الدجيجه وداك الشيء كاين اللي كيفرقوا غير على جوج وتحطي تحطيها هكا في وسط شي بصي ولا قصريه ولا ملي يعجب شي واحد شنو كيدير وتخلي واحد الربعه يكونوا مقادين ملي كتحطي الدجاجه كتغطيهم من الفوق كيجي منظر زوين الله يعطيك الصحه كاين اللي كيبقى امين حنا ونتي سامعين كاين اللي كيبغي يدير داك العسل وشويه د السمنه في الجبانيه كيزيدهم فوق داك الشيء فوق ديك التسقيه كل واحد كيهز ايه واخا كاين اللي كيحط غير كيهز ويحط بشويه بشويه ايه يلاه حيت اول مره شاركت معك والله لا يعني مرحبا بتواصلك معنا مرحبا بك وكنشارككم في البرامج خويا انا عمري ما شاركت ايوا دابا ما تغبريش علينا صافي تبارك الله عليكم والله يبارك دخلناك معنا في صديقه الاكله ديال البزوره اللي ما درتيها اي ضروري فرحتي فيه فعلا هي باش كتفرحوا بالحباب ملي كيجيو عندكم الله يعطيك الصحه اللي قطع عاده وتبارك الله عليك ونشكرك بزاف على هذا الاقتراح ومرحبا بك في اي وقت الله يبارك تحياتنا ليك مرحبا بالاقتراحات ديالكم مستمعينا نتوقفوا مع فاصل الغنائي ونرجعوا نواصلوا